أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن أبعاد تصريح نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني لوجود قنوات تواصل بين ميليشيا الحوثي ودولة الإمارات. كشف نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم عن وجود قنوات تواصل سرية بين الحوثيين ودولة الإمارات، وقال في حوار مع قناة الميادين إن هناك لقاءات تحصل بين مسؤولين من الإمارات وعناصر من الحوثيين لتنظيم خطوات لاحقة في عملية الانسحاب الإماراتي من اليمن، وأضاف أن الإمارات كانت جزءا لا يتجزأ من الحرب على اليمن، وأن هناك خلافات قوية بين حاكم إمارة دبي وحاكم أبو ظبي، مؤكدا أن الإمارات بدأت تنسحب تدريجيا من اليمن. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: ما هي أسباب وجود التواصل بين ميليشيا الحوثي ودولة الإمارات؟ وهل يمكن أن يغير هذا التواصل في ملف الأزمة والحرب؟ نتابع التقرير التالي ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. قنوات تواصل سرية بين ميليشيا الحوثي ودولة الإمارات، هذا ما كشف عنه نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم عن وجود تواصل مستمر يجري بين الجانبين لبحث مسألة انسحاب القوات العسكرية من اليمن. هناك لقاءات تحصل بين مسؤولين من الإمارات ومسؤولين يمنيين لتنظيم خطوات لاحقة في هذا الأمر. مسؤولين يمنيين من أي جانب؟ من جانب أنصار الله. أنصار الله، لأنه أي عمل له علاقة بالانسحاب على الأرض لابد أن يكون مواكب بتواصل ولو سري ولو بالواسطة أحيانا من أجل اتفاق على بعض الخطوات. النائب في حزب الله اللبناني تحدث عن وجود خلافات قوية بين حاكمي دبي وأبو ظبي بشأن حرب اليمن بسبب الوضع الاقتصادي الصعب هناك واستنزاف أموال الإمارات الطائلة والخسائر البشرية دون طائل. تصريح يحمل الكثير من الدلالات، خاصة في ظل توتر يلف المشهد السياسي بين إيران والإمارات والتهديدات التي يطلقها قادة ميليشيا الحوثي باستهداف المصالح الإماراتية في أبو ظبي ودبي وغيرهما على غرار الهجمات التي تتعرض لها مصالح ومطارات السعودية. يقول مراقبون إن الإمارات ركزت على عدم الدخول في حروب مباشرة مع الحوثيين منذ إخراجهم من عدن ومحافظات أخرى، وذلك لأسباب عديدة أهمها تبني الإمارات سياسة أكثر بعدا عن سياسات المملكة العربية السعودية في ملفات عدة كملف حرب اليمن والتوتر الحاصل بين الولايات المتحدة وإيران في المنطقة. الانسحاب الجزئي للقوات الإماراتية من اليمن قد يكون تمهيداً لانسحاب كلي كما يقول متابعون، وذلك في محاولة لتجنب المزيد من الخسائر العسكرية والإنفاق المالي ونتيجة الضغوط الدولية لإيقاف الحرب في اليمن. وعلى الرغم من خلفية هذا المشهد السياسي المتوتر بين إيران والإمارات، إلا أن ذلك لا ينفي بقاء التواصل والمخاوف من فقدان التعاملات التجارية المتبادلة، حيث تقول تقارير إن الإمارات تصدرت قائمة الدول العربية من حيث التبادل التجاري مع طهران خلال الأعوام الماضية، وهو ما ينعكس على تعاملها مع ملفات عديدة منها حرب اليمن. أبدأ النقاش مع ضيفي من مأرب عدنان هاشم الباحث في الشأن الخليجي والسياسة الإيرانية. أهلا بك سيدها عدنان. أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام. أهلا بك عدنان. تصريحات نائب الأمين العام بالطبع قد طلعت عليها لحزب الله اللبناني نعيم قاسم بخصوص قنوات تواصل سرية بين الإمارات والحوثيين، كيف تقرأها؟ هو بالنسبة لتواصل الإمارات بالحوثيين هو بشكل ربما يكون دائم. الحوثيين يسيطرون على ميناء الحديدة ومعظم الصادرات الإماراتية إلى اليمن تمر إلى هذا الميناء. في عام 2016 كان يوجد رجل أعمال في 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 صنعاء إماراتي كان يتفاوض مع الحوثيين من أجل إدارة ميناء الحديدة وضم إلى شركة موانئ دبي في حال حدث اتفاق سلام. باعتقادي بأن هذا هو جزء من منظومة أكبر، الإمارات العربية المتحدة انسحبت جزئيا من الساحل الغربي لليمن حيث المواجهات مع الحوثيين، أو بأن الإمارات بشكل أصح هي انسحبت من مواجهة الحوثيين بشكل تام وتطرقت من أجل أهدافها الخاصة في جنوب اليمن. خلال الفترة الماضية الملاحظ أن الحوثيين خفت
حتى خطابهم تجاه الامارات، في نفس الوقت الاماراتيون بداوا يتحدثون عن الحوثيين كحزب سياسي او كجهه بامكانها اداره جزء كبير من البلاد والمشاركه في عمليه سياسيه دائمه اشبه بحزب الله في لبنان. باعتقادي بان هذا هو جزء ايضا من منظومات بر التواصل مع طهران. خلال الفتره الماضيه الامارات تفتح قنوات اتصال دبلوماسيه كبيره مع طهران من اجل وقف حال في مياه الخليج، قد تكون لها اثر اكبر على الامارات او قد تحول الامارات الى ساحه حرب مستقبليه. نعم، ما الذي يدفع الامارات لفعل ذلك؟ هناك الكثير من الاسباب التي تجعل الامارات تفعل ذلك، خلافاتها مع السعوديه ومحاولات توطيد نفوذها في جنوب البلاد. نعم. هناك مشكلات متعلقه بالامن القومي للامارات العربيه المتحده. المشكلات الاقتصاديه والخلافات الداخليه بين شيوخ الامارات السبع. الشيوخ يعتقدون بان ابو ظبي تدفع البلد نحو هاويه سحيقه في السياسه الخارجيه بعيدا عن ارث الاباء المؤسسون للدوله الاماراتيه، بعيد عن القوه الناعمه التي تمتعت بها الامارات منذ التاسيس. هم يشعرون بان محمد بن زايد يدفع البلاد نحو مشكلات اكبر واوسع في المنطقه تؤثر على الامارات وعلى مستقبلها كحاضنه اقتصاديه للشرق الاوسط. سيد عدنان، تحدثت حول خلاف بين الامارات والسعوديه وهما الطرفين الاكبر في التحالف، هل تعتقد ان ذلك الخلاف هو ما انعكس على تواصل الامارات مع الحوثيين؟ بشكل اكبر نعم، باعتقادي بان السعوديه بان الامارات انسحبت من مواجهه الحوثيين من اجل بقاء نفوذها في جنوب اليمن، هي تعتقد بان بقاء الحوثيين كجهه مهدده للكرب السعوديه سيسمح لها بالبقاء اكبر في المحافظه الجنوبيه من اجل بقاء نفوذها، واشغال السعوديه بشمال اليمن والمشكلات التي قد تاتي منها. المملكه السعوديه بالتاكيد تدرك ذلك وتعلم جيدا بان الامن القومي لها مهدد بوجود الامارات في جنوب اليمن وايضا بوجود الحوثيين في المناطق الشماليه على حدودها. نعيم قاسم أيضا تحدث حول انسحاب الإمارات وعلاقته بتدهور الوضع الاقتصادي في الإمارات، ما مدى صحة ذلك برأيك؟ تذكري الإمارات تمر أو أن هناك فقاعة اقتصادية كبيرة تتعرضها الإمارات خلال الفترة الماضية، سوق العقارات انخفض بشكل كبير خلال الفترة الماضية، هناك مخاوف من حرب اقليميه واسعه قد يكون الحوثيين احدى ادواتها. الاقتصاد الاماراتي مع انهيار اسعار النفط اصبح ضعيفا، انكماش اقتصادي كبير بمعنى اصح، هذا الانكماش الاقتصادي اثر ايضا على تمويل الحرب وبقى الفتره اطول. هناك ايضا المعنى الاقتصادي بالنسبه لابو ظبي قد يكون ضعيف جدا لانها تملك احتياطات كبيره، لكن المشكلات مع شيوخ الامارات الاخرى التي ينتمي معظم جنودها لهذه الامارات هو ما يشكل عقبه كبيره امام ابو ظبي لاستمرار بقاء جنودها في اليمن. سيد عدنان، الحوثيون ايضا يقدمون انفسهم باعتبارهم يدافعون عن اليمن ضد ما يسمونه العدوان الذي تعد الامارات جزء اساسي منه، برايك ما الدافع لاعلان حزب الله مثل هذه المعلومات دون اي اعتبار لاحتمال تضرر الحوثيين؟ باعتقادي ان الحوثيين ليسوا متضررين من اعلان حزب الله لهذا الموقف، وما يعتقد الحوثيون يعتقدون بان تواصلهم مع الامارات سيفك اكثر التحالف الذي هو بالاصل مفكك ويحمل اجندات مختلفه للاسباب الاساسيه التي دخل من اجلها في دعم الشرعيه. الحوثيون لا يملكون مشكله في اعلان وجود مفاوضات مع الامارات، وإذا ما وصلت إلى نتيجة سيعلنون ذلك بشكل واضح، لأن الحوثيين يعتقدون بأن أي مفاوضات وإن كانت سرية هو اعتراف بوجودهم واعتراف بسياستهم وكونهم سلطة أمر واقع. طيب عدنان، هذا السلوك الإماراتي كيف يمكن قراءته في الوقت الذي يقوض الشرعية من جهة ومنفتح على الإنقلابيين من جهة أخرى؟ هي خدمة أهدافهم الخاصة، بمعنى أنهم سيتفقوا الشرعية يتمثل تهديد أكبر للإمارات في المناطق الجنوبية في مناطق النفوذ الإماراتي. الإمارات تسعى لبناء قواعد عسكرية دائمة وتسعى لإيجاد سوق مفتوح وأيضا إلى
مصدر جيد للطاقة بعد مع التوترات الكبيرة مع قطر. باعتقادي بأن هذا يجعل الشرعية خطر أكبر على مصالح الإمارات أكثر من كوننا من كون الحوثيين الذين تعتقد الإمارات بأنها لا تمثل خطر كبير عليهم بعكس المملكة العربية السعودية. طيب عدنان، الحوثيون أيضا، أو هل يمكن اعتبار هذه السياسات الإماراتية حاليا جزءا من استراتيجيتها؟ فهي قد أعلنت مؤخرا التحول من العملية العسكرية إلى بناء السلام في اليمن، هل هذا جزء من استراتيجيتها في هذا التحول؟ الكلام الدبلوماسي الذي تم الحديث عنه هو يبقى كلام دبلوماسي. هو الإمارات منذ فترة منذ دخولها إلى التحالف لم تكن الأساس تدخلها هو مواجهة الحوثيين، وإن كانت بالحقيقة قد واجهتهم من أجل كشف الموقف السعودي. هي كانت لها أهدافها الخاصة في عدن وفي سقطرة وفي حضرموت. الإمارات هي الآن تبقي أهدافها الحقيقية وتسعى للخروج من مأزق الحرب في اليمن ومن تشوه سمعتها الدولية بنتيجة تبعات أسوأ أزمة إنسانية في العالم. هم أكدوا بأنهم لن يخرجوا ولن يتركوا اليمن، فما هي خياراتهم المتاحة الآن؟ هناك الخيارات بأنهم يتحكموا لمصالحهم أو يخدمون مصالحهم عبر أدوات محلية. الأدوات المحلية مثل الميليشيا الانتقالية الجنوبي، الميليشيات الموجودة في جنوب البلاد، شراء الولاءات، إبقاء المناطق الشمالية لليمن في منطقة اضطرابات من أجل تهديد الأمن القومي للمملكة العربية السعودية، لإبقاء نفوذها في المحافظات الجنوبية والغربية. نعم، ابقى معي سيد عدنان هاشم، ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان المحلل السياسي عبد الناصر المودع. مساء الخير سيد عبد الناصر. سيد عبد الناصر لو تسمعوني، مساء الخير. مساء الخير، تسمعيني؟ أهلا بك، نعم أسمعك الآن. سيد عبد الناصر، ما الذي تفهمه من تصريحات نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم بخصوص التواصل السري بين الحوثيين والإمارات؟ أولا في البداية يعني علينا أن نأخذ هذا الموضوع بدرجة من الحذر، لأنه صادر عن طرف لديه خصومة مع الإمارات، وبالتالي قد لا تكون هذه الأخبار صحيحة. لكن في المجمل التحليل السياسي يقول بأنه هذه التواصلات ليست مستحيلة، أو نقول التفاهمات أو اللقاءات بين الإمارات والحوثيين، خاصة وأنه الحوثيين الآن الإمارات الآن بصدد سياسة جديدة، ربما أو نقول بأنهم في مرحلة مراجعة لتواجدهم العسكري في اليمن وتحديدا في المناطق الشمالية. نعرف أنهم الآن انسحبوا من الساحل الغربي ومن مارب، بينما تواجدهم في الجنوب لا زال، ربما تم تخفيض عدد القوات في الجنوب، كما أن أجندتهم في دعم الانفصاليين لا زالت يبدو على حالها. وبالتالي لا نعرف بالضبط ما هي الأهداف. نعم، إلى الآن لم يصدر، لكن تفضل. التحليل السياسي يقول بأن ما دامت الإمارات بتركز على قضية الانفصال ودعم الانفصاليين في الجنوب، فهذا الأمر يحتاج المشروع الانفصالي إلى أن يثبت هؤلاء في الجنوب مقابل أن يثبت الحوثي في الشمال، لأنه الحوثي والانفصاليين متناغمين موضوعيا وفق أهدافهم. الحوثي منذ البداية كان يعطي إشارات بأنه مؤيد للانفصاليين، وإن لم يكن يعطيها بشكل صريح. أيضا الحوثيين أعطوا الانفصاليين بأنه سقف اهتماماتهم الشمال، ومن ثم أيضا لو عرفنا أن الحوثيين انسحبوا من الجنوب لم يهزموا بالطريقة التي يتم التركيز عليها. ما حدث في
الجنوب في عام 2015 عندما انسحب الحوثيون وخرجوا من المناطق الجنوبية، أنه كان هناك تفاهمات تمت في بين الإمارات وبين أحمد علي عبد الله صالح، تم على إثرها سحب القوات المقاتلة، والحوثيون من جانبهم لم يكونوا مهتمين في الجنوب منذ البداية. وبالتالي الأمر هنا يعني يمكن فهمه في هذا الإطار، بأن الإمارات تريد أن تثبت الانفصاليين في الجنوب، وليس لديها مانع بأن يبقى الحوثي في الشمال. طبعا هذه الاستراتيجية لا يمكن القول بأن سيد عبد الناصر، هل ما زلت معي؟ معك، تسمعيني؟ نعم أسمعك الآن. يعني أقول أن أنتقل إلى ضيفي من مأرب حتى نصلح الخلل، عدنان هاشم. سيد عدنان هاشم، هل تسمعني؟ نعم أسمع جيداً. سيد عدنان، كيف يمكن أن تبرر ميليشيا الحوثي والإمارات وجود التواصل السري بينهما في الوقت الذي يعتبر الطرفان عدوين في الحرب في اليمن؟ هو التواصل حتى ولو كان عدوين، لكنهما يمتلكان مصالح مشتركة. الحوثيين يريدون تثبيت وجودهم في شمال اليمن بشكل أكبر، والإمارات تريد أن تثبت وجودها ونفوذها في جنوب اليمن عبر أدواتها المحلية الموجودة هناك. باعتقادي بأن والإمارات أيضا تسعى لمصالح تجارية أوسع، والحوثيين هم يبحثون عن شركاء تجاريين من أجل تمويل جماعتهم وبقائها فترة أطول. هذا التواصل بين الإمارات والحوثيين لم يكن وليد اللحظة. في عام 2014 كان هناك تواصل عبر علي عبد الله صالح مع الحوثيين والإمارات كشريكة. الحوثيون أوفدوا عددا من الأشخاص إلى الإمارات من أجل بحث وساطة إلى المملكة العربية السعودية من أجل الوصول إلى صنعاء واجتياح عمران. باعتقادي بأن هذا التواصل أو القنوات ستظل مفتوحة فترة طويلة، وستبني أجندة أخرى قد تظهر خلال الفترات القادمة. ابقى معي سيد عدنان هاشم. أعود إلى ضيفي من عمان المحلل السياسي عبد الناصر المودة. سيد عبد الناصر، لو تسمعني، ضيفي قبل قليل قال بأن الحوثيين يتواصلون بشكل دائم مع الإماراتيين لأسباب تجارية بسبب سيطرة الحوثيين على المنافذ والموانئ، ما تعليقك؟ أنا أستبعد يعني تواصل، لأن هذا التواصل لو تم بهذا الشكل فإنه كأنه طعن، كان الإمارات بتطعن السعودية بشكل مباشر، وهذا أمر مستبعد أقول، خاصة في ظل شح المعلومات. نعم، في نفس الوقت هناك من يقول أو يفسر هذا الانسحاب الإماراتي وهذا نعم. تفضل. الصوت ينقطع وأنا أظنك تتوقف عن الحديث، تفضل. يعني في نفس الوقت كما ذكرت لك، في لا يمكن الإمارات وهي مع السعودية الحليف المتبقي لها أن تتعامل مع الحوثيين بشكل يؤدي إلى إضعاف الدور السعودي، وهذا أمر يعني مستبعد على الأقل في الوقت الحالي، حتى تكون هناك معلومات ذات مصداقية. نعم. وبعدها يتم التحليل على هذا الأمر. الصوت ما يزال في مشكلة، لكن هذا يقودنا إلى السؤال حول الحديث الذي يدور حول خلاف بين الإمارات والسعودية، ثم التواصل السري والانسحاب الإماراتي. هل لذلك علاقة كما يفسر البعض؟ يعني الخلاف السعودي الإماراتي حتى الآن هو لم يظهر على السطح، ولكن يبدو أن هناك خلاف سعودي إماراتي حول الأولويات، حول الأجندات، ويمكن تحليل هذا الخلاف بأن مصدره الاهتمام الإمارات بالجنوب وبالانفصال، ورغبتها بأن يتم التفاهم مع الحوثي بشكل أو بآخر، أو عزله
وهذه الفكرة تخدم الحوثيين وتخدم إيران وتتناقض مع الهدف الأساسي الذي أتت السعودية لتنفيذه في اليمن. السعودية أتت اليمن بهدف إضعاف الحوثيين أو القضاء عليهم، والمشروع الانفصالي يقويهم، تركهم في الشمال معنى هذا ترك المشكلة تتحملها السعودية، لأن الحوثي مشكلته أنه يسيطر على أهم منطقة في اليمن، على قلب اليمن إذا صح التعبير، على مناطق الجبال ومناطق السكانية بما في ذلك العاصمة، وبالتالي إبقاء الحوثي مسيطر على هذه المنطقة من اليمن معناه تهديد مباشر لأمن السعودية. نعم، بالمقابل سيد عبد الناصر، فيما لو تأكدت هذه المعلومات كيف ستؤثر مثل هذه المعلومات على مصداقية الحوثيين في مزاعم الدفاع عن اليمن ضد ما يسمونه العدوان؟ الحوثيين ليس لديهم مشكلة من في التواصل مع الإمارات أو مع السعودية، هم في السابق تواصلوا مع السعودية بشكل سري في ظهران الجنوب وتوصلوا للتفاهمات، وزار محمد عبد السلام وغيره العاصمة السعودية الرياض. نعم تفضلي. نعم أسمعك. يعني في هذه الناحية ليس هناك من مشكلة للحوثيين بأنهم يتواصلوا مع الإمارات، سيجيرونها بأنهم يتواصلون لأنهم يريدوا وقف الحرب ضدهم وهذا أمر طبيعي. المشكلة هي ستكون مع الإمارات نفسها إذا تواصلوا دون علم السعودية، وكانت هذه التفاهمات تؤدي إلى تقوية الحوثيين. في هذه الحالة المشكلة هنا ستكون أن السعودية ستجد نفسها معزولة وأنها الوحيدة التي أصبحت في اليمن. وهذا أمر السعودية تحاول حتى الآن أن تتجنبه لأسباب كثيرة، سياسية، عسكرية، اقتصادية وغيرها. هذا يعني أن صحة هذه المعلومات وارد. إذن المحلل السياسي عبد الناصر المودع كنت معي من عمان، أشكرك جزيل الشكر. بالعودة إلى ضيفي من مأرب السيد عدنان هاشم. عدنان، بعض التفسيرات أيضا طرحت أن الانسحاب الإماراتي والتواصل السري هذا لاحتياج الإمارات لضمانات وتطمينات لكي لا تتعرض إلى ضربات من قبل ميليشيا الحوثي كما تتعرض السعودية. برأيك كيف تقرأ هذا؟ باعتقادي كان الفكرة السابقة ربما تكون غير واضحة. باعتقادي بأن الإمارات أيضا لا تستطيع أن تواصل بشكل مباشر مع الحوثيين عبر مسؤولين معروفين، ربما عبر رجال أعمال بمشاورات غير مباشرة، اتصالات سرية بعيدة، عبر ممثلين للطرفين في الخارج ربما في أوروبا أو عبر وسيط ثالث ربما تكون إيران. لكن هذه الاتصالات والقنوات هي تظل مفتوحه للروابط التجاريه، ميناء الموانئ الاماراتيه ترسل معظم احتياجات اليمن من بينها الصادرات العابره القادمه من ايران، الصادرات القادمه من ايران والتي اصبحت السوق اليمنيه مفتوحه لها. بالنسبه لسؤالك باعتقادي بان الحوثيين هم يستطيع او عدوات إيران في المنطقة هي تستطيع ضرب الإمارات بشكل أكبر، ربما من خلال الحوثيين أو من خلال الجماعة الشيعية الموجودة في العراق. الإمارات هي تخشى أن تصل إلى هذه النقطة، الطائرات المسيرة بعيدة المدى التي يملك الحوثيين ربما تصل إلى أبو ظبي وتصل إلى دبي، قد يكون لذلك تأثير كبير على اقتصاد الإمارات وعلى صورتها الدولية كما جاء الاقتصاد العالمي في الشرق الأوسط مع الاضطرابات الحالية. إيران، وكيف ستؤثر هذا أو سيؤثر هذا التواصل على العلاقة بين السعودية والإمارات في التحالف باختصار لو سمحت؟ سيظهر ذلك خلال الفترة القادمة باعتقادي بأن ظهور معين عبد الملك في الرياض والتحرك السعودي واستلام طائرتين عسكريتين في الساحل الغربي وبعث قوات إلى المكلا وعدا هي رسائل واضحه بان السعوديه ستملا الفراغ. اما بالنسبه للعلاقه ستظهر خلال الفتره القادمه باعتقادي بان التحالف الاماراتي سيصمد فتره اطول بالنسبه للمواضيع الدوليه الاخرى، لكن في النهايه سيصل الى نقاط خصام مشتركه.
إذن الباحث في الشأن الخليجي والسياسة الإيرانية عدنان هاشم من مأرب، أشكرك جزيل الشكر. إلى هنا مشاهدينا تنتهي الحلقة، شكرا لحسن متابعتكم، والشكر موصول أيضا لمعد الحلقة محمد عبد المغني. إلى اللقاء.